بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك عزيزي الدارس في رحاب جامعة القرآن والعلوم الإسلامية في مقرر النظام المحاسبي الموحد في اللقاء 11 وما قبل الأخير، والذي يحمل عنوان حسابات العمليات الجارية. مخرجات هذا اللقاء عزيزي الدارس، بعد دراسة هذا اللقاء نأمل أن تكون قادرا على التعرف على أو تعريف نموذج الحسابات الجارية، أن تعدد السمات الخاصة بحساب العمليات الجارية، أيضا معرفة القيود الخاصة بالإقفال والتسوية الخاصة بحساب العمليات الجارية، كذلك التعرف على المراحل التي يمر بها إعداد حساب العمليات الجارية. أولا نتناول ما هي الحسابات الجارية. أهمل واضع النظام المحاسب الموحد ما سار عليه العرف المحاسب التقليدي في المحاسبة بخصوص إعداد الحسابات الختامية التي تشمل على حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع، يعني قائمة الدخل، ليحل محل هذه الحسابات في الحسابات التقليدية حساب العمليات الجارية، وذلك بغرض ربط حسابات الوحدات الاقتصادية بالحسابات القومية. يعني بدلاً من أن يتم إعداد حساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل، فجاء واضع النظام المحاسب الموحد أنها تكون بدلاً عنها حساب العمليات الجارية. نموذج حساب العمليات الجارية الذي أورده النظام المحاسبي الموحد أنه يحتوي على جانبين. الجانب الأول وهو جانب الاستخدامات، ويحتوي هذا الحساب على الاستخدامات الرئيسية والعرضية. الجانب الآخر وهو جانب الموارد، ويحتوي على إيرادات النشاط الرئيسية والإيرادات العرضية الأخرى. وفيما يلي نموذج لحساب العمليات الجارية وفقاً للمراحل الثلاث. أولاً عندنا في الجانب الأيمن وهو الاستخدامات، والتي يعطي لها الرقم 3. في الجانب الأيسر عندنا الموارد، والتي تمثل الإيرادات، والتي أعطيت لها الرقم 4. فقسم النظام المحاسبي الموحد حساب العمليات إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرتبطة بالنشاط الجاري، يعني يتم وضعها فيها البنود التي مرتبطة بالنشاط الجاري. المرحلة الثانية خصصت للبنود الغير مرتبطة بالنشاط الجاري. بعد ذلك المرحلة الثالثة، والتي تبين كيف يتم توزيع نتيجة هذه النتيجة النشاط، سواء فائض أو عجز. أولا في جانب الاستخدامات، فيكون البداية عندنا المرتبات والأجور، بعد ذلك المستلزمات السلعية، بعد المستلزمات الخدمية، ثم المشتريات بغرض البيع، والمصروفات الجارية التحويلية. هذه الخمسة بنود من الاستخدامات ميزها النظام المحاسب الموحد بأنها مرتبطة بالنشاط الجاري. نأتي إلى الموارد. أولا بتكون أول مورد عندنا إيرادات النشاط الجاري، ثم إيرادات متنوعة، والتغير في المخزون. هذا اعتبرها النظام المحاسب بأنها مرتبطة بالنشاط الجاري. أما المرحلة الثانية من مراحل إعداد حساب العمليات الجارية، فقد وضع فيه النظام المحاسب الموحد بند وهو المصروفات المخصصة، والذي يحمل رقم 36، يعني باعتباره غير مرتبط بالنشاط. أيضا في الإيرادات تم وضع إيرادات الأوراق المالية والفوائد الدائنة وإيرادات تحويلية. يعني ميز النظام المحاسبي بين هذه البنود، ما بين مرتبطة بالنشاط الجاري وغير مرتبطة بالنشاط الجاري. وسوف نتعرف فيما بعد هل فعلا هذه البنود مرتبطة بالنشاط الجاري، أو أن النظام المحاسبي أخفق في عملية تبويب هذه الحسابات وفقا للمرحلتين السابقة. هناك سمات خاصة بإعداد حسابات العمليات الجارية يتصف بها حساب العمليات الجارية بعدة صفات وسمات. أولا حساب العمليات الجارية هو حساب النتيجة الرئيسي، يعني هو الحساب الرئيسي لإبراز نتيجة هذه الوحدة الاقتصادية، يعني الحساب الختامي. يعتبر حساب العمليات الجارية الحساب الختامي
الذي تقفل فيه حسابات الموارد والاستخدامات بعد إجراء كافة قيود التسوية في نهاية العام، لكي يتم إظهار نتيجة النشاط الجاري بصورة موضوعية وفقاً لمبدأ المحاسبة المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عموماً. يعني هذا الحساب بمثابة حساب الأرباح والخسائر في المحاسبة التقليدية، حيث هذا الحساب تقفل فيه المصروفات والإيرادات. أما النظام المحاسبي جعل حساب العمليات الجارية تقفل فيها الاستخدامات والموارد، وهذا الحساب هو الذي يحدد نتيجة الوحدة الاقتصادية. ثانيا، تبويب عناصر هذا الحساب حساب العمليات الجارية على أساس نوعي. يعني يتم تبويب عناصر الاستخدامات على أساس نوعي، أي طبقا لنوع وطبيعة الاستخدامات من مرتبات وأجور، مستلزمات سلعية، خدمية إلى آخر هذه البنود. كما يتم تبويب الإيرادات أيضا على أساس نوعي أو على حسب طبيعتها وطبيعة الإيرادات، مثل إيرادات النشاط الجاري، إيرادات الأوراق المالية، وإيرادات جارية تحويلية. النقطة اللي بعدها، تصوير حساب العمليات الجارية كما ذكرنا أنه يمر على ثلاث مراحل. يعني يتم تصوير هذا الحساب على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تحدد فائض أو عجز النشاط الجاري، وتوضح المرحلة الثانية الفائض القابل للتوزيع، وتبين المرحلة الثالثة كيفية توزيع هذا الفائض. وبعد إيضاح السمات الخاصة بحساب العمليات الجارية، نتناول أولاً قيود التسوية والإقفال، وثانياً مراحل إعداد هذا الحساب، وثالثاً كيف يتم توزيع هذا الفائض الذي يحدد فيه المرحلة الثالثة. أولاً قيود التسوية والإقفال، كما هو معروف وفقاً لأساس الاستحقاق ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، ينص أو يتوجب على الوحدة الاقتصادية تحميل السنة المالية بما يخصها من إيرادات ومصروفات من أجل الوصول إلى نتيجة سليمة لهذه الوحدة الاقتصادية، وذلك من خلال عمل تسويات للبنود الظاهرة في ميزان المراجعة، سواء كانت الخاصة بالموجودات أو الخاصة بالمصروفات الاستخدامات أو الإيرادات الموارد، بحيث يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات، وبالتالي تظهر عندنا في ما يسمى المقدمات والمستحقات. وهذه قيود التسوية كما ذكرنا أنه تعمل من أجل تعديل أرصدة حسابات النتيجة، لكي تحمل السنة المالية بما يخصها من استخدامات وموارد وفقاً لأساس الاستحقاق، وبعد ذلك تعتبر الميزانية وتعبر الميزانية عن المركز المالي الحقيقي الوحدة، وبحيث يمكن توفير البيانات التي يحتاج المحاسب القومي. يعني تكون إعداد قائمة المركز المالي، أي توضح قائمة المركز المالي الوضع الحقيقي للمنشأة، وذلك قبلها تم عملية إعداد التسويات. وعلى هذا الأساس تشمل قيود التسوية ما يلي: أولاً القيود الخاصة بالاستخدامات والموارد المستحقة والمدفوعة مقدماً. يعني يتم فحص الحسابات وفرزها، يعني حسابات خاصة بالسنة الحالية، وتظهر عندنا قد تكون هناك مقدمة وقد تكون هناك حسابات مستحقة. ثانياً القيود الخاصة بتسوية حساب المخصصات. المخصصات أيضاً نقوم بعملية معالجتها، هل كافية غير كافية، هل تم تقديرها بطريقة صحيحة، هل تحتاج إلى زيادة أو تحتاج إلى نقصان. ثالثاً القيود أيضاً الخاصة بالمخزون، وذلك من خلال جرد المخزون ومعالجة النتيجة نتيجة الجرد، سواء كان هناك عجز أو فائض. أيضاً القيود الخاصة ببعض الحسابات المستحدثة، مثل حسابات فرق الإيجار المحسوب وفرق الفوائد المحسوب، وكذلك أيضاً تقييم التغير في المخزون. هذه أهم القيود المتمثلة في قيود التسوية. وبعد ذلك تأتي عندنا قيود الإقفال، ويقصد بهذه القيود هي عبارة عن تلك القيود التي يتم بواسطتها إقفال حسابات النتيجة. الاستخدامات والموارد يتم إقفالها من خلال قيود الإقفال في حساب العمليات الجارية. الهدف من ذلك حتى يمكن استخراج نتيجة العام بمقابلة الإيرادات والمصروفات. نأتي إلى إقفال عناصر الاستخدامات في حساب العمليات الجارية.
طبعا كما قلنا تقفل حساب الاستخدامات بجعلها داينه، لان طبيعتها مدينه، لما نقفلها نحولها الى الطرف الداين، وذلك مقابل جعل حسابات النتائج العمليات الجاريه مدينا. وهو يكون القيد التالي من حسابات النتائج في الحساب المساعد للعمليات الجاريه، العمليات الجاريه الصناعيه او العمليات الجاريه التجاريه الى مذكورين على حسب البنود الخاصه بالاستخدامات. اذا عندنا مرتبات واجور، مستلزمات سلعيه، مستلزمات خدميه، مصروفات مخصصه وجاري تحويليه، كل المصروفات يتم عمليه اقفالها في حسابات النتائج. عكس ذلك يتم اقفال حساب الموارد ايضا في حساب العمليات الجاريه. وكما تعلم عزيزي الطالب ان الايرادات والموارد طبيعتها داينه، فعند اقفالها تقفل بجعلها مدينا، وذلك بجعل ايضا حسابات النتائج وحساب العمليات الجاريه حساب داين. ويتم اقفال البنود الموجوده الخاصه بالموارد الموجوده في ميزان المراجعه، يعني البنود التي يتم اقفالها هي البنود الظاهره والتي لها ارصده في ميزان المراجعه، اما الحسابات التي ليس لها ارصده في ميزان المراجعه والتي لها ارصده مقفوله، فبالتالي لا يتم عمليه اقفالها في نهاية السنة. نأتي بعد ذلك إقفال العجز الجاري. إذا حقق الوحدة الاقتصادية عجزا، أي أن الاستخدامات أكبر من الموارد، كيف يتم إقفال هذا العجز؟ عندما تكون نتيجة العام تحقيقا عجزا جاريا، في هذه الحالة يتم إقفال هذا العجز باعتباره مثابة استخدام أو خسارة، يتم إقفاله في حساب العمليات الجارية، وطبعا بجعل حساب العمليات الجارية دائنا مقابل جعل حساب الحسابات الانتقالية المدينة مدينا، بالقيد التالي من حساب الحسابات الانتقالية المدينة حساب النتائج المدور. ونبين هنا أن خسائر الدورة الحالية يتم إقفاله في حسابات النتائج والعمليات الجارية. أما إذا حقق النشاط فائضا، وذلك من خلال أن الموارد تكون أكبر من الاستخدام، يقفل حساب العمليات الجارية بجعله مدينا مقابل جعل حسابات التوزيع دائنا، بالقيد التالي من حسابات النتائج العمليات الجارية الصناعية إلى حسابات النتائج العمليات الجارية والعمليات الجارية الصناعية. قد يسأل سائل، إذا حققت هذه الوحدة الاقتصادية فائضا، كيف يتم توزيع هذا الفائض؟ هل توجد هناك أسس وتوجد هناك قواعد لتوزيع هذا الفائض؟ طبعا خصص النظام المحاسبي الموحد، أو حدد النظام المحاسبي الموحد مجموعة من الأحكام والقواعد التي تضبط عملية توزيع هذا الفائض. يتم توزيع الفائض في المؤسسات العامة والشركات المختلطة طبعا وفقا للقوانين والقرارات النافذة، إلى فائض محتجز أو فائض موزع. ويمكن القول بأن الإطار العام لتوزيع الفائض في المؤسسات العامة يكون كما يلي: أولا 10% يتم استبعاده، هذا كاحتياطي قانوني وفقا لمتطلبات القانون. ثانيا 10% هذه بمثابة احتياطي عام. بعد ذلك 40% حصة الدولة المتمثلة في وزارة المالية. ويمكن للمؤسسة العامة تجنيب نسب معينة من الفائض القابل للتوزيع لتكوين احتياطيات مختلفة، مثل الاحتياطي الإضافي والاحتياطي الخاص وغير ذلك من الاحتياطيات، وبالمبلغ المتبقي بعد ذلك بعد التوزيع يعتبر هذا فائضا مرحلا. هذه أهم القواعد الخاصة والمرتبطة بتوزيع الفائض المحقق. وفيما يتعلق بحصة الدولة وحصص المساهمين، فيتم تحديد نسبة التوزيع بحسب حصصهم في رأس المال، يعني بمقدار نسبة مشاركتهم في رأس المال يحصلون مقابلها على نسبة من التوزيع. وفيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية لإثبات التوزيعات، فيتم إثبات الفائض المحتجز والفائض الموزع كما يلي، بالقيد التالي: بنقول من حسابات النتائج وحساب التوزيع إلى مذكورين، يعني هذا الفائض القابل للتوزيع سوف يتم توزيعه إلى التالي: إلى مذكورين، أولا حساب الاحتياطيات والفائض،
بيكون عندنا الاحتياط القانوني والاحتياط العام والاحتياط التوسيع، وأخيرا عندنا الفائض المرحل. أيضا الطرف الدائن عندنا إلى حساب المدينين دائني توزيعات الأرباح من أصحاب هذه الأرباح التي سوف يتم توزيعها. عندنا دائني التوزيعات قد تكون الدولة، وزارة المالية، الشركات والقطاع الخاص. وعندما تقوم الوحدة الاقتصادية بتوزيع الحصص يتم إثباتها بالقيد التالي، وبفرض أنه تم سداد حصة الدولة. هنا تم سداد حصة الدولة من هذا الفائض، بنقول من حساب الدائنين دائني توزيعات الأرباح. الحساب المساعد هنا الدولة متمثلة في وزارة المالية. طبعا الطرف الدائن بيكون عندنا إلى حساب الأموال الجاهزة، لأنه بيتم دفع هذه نقدا إلى الدولة. نأتي فيما يلي عزيز الطالب إلى مراحل حسابات أو مراحل إعداد حسابات العمليات الجارية. يتكون كما ذكرنا حساب العمليات الجارية من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تظهر هذه المرحلة إيرادات النشاط الجاري وما في حكمها والاستخدامات التي تتحملها الوحدة الاقتصادية في سبيل تحقيق هذه الإيرادات. بيكون عندنا في الجانب المدين الاستخدامات، وهي المرتبات والأجور والمستلزمات السلعية والخدمية والمشتريات بغرض البيع، والمصروفات الجارية التحويلية، هذه التبويبات الاستخدامات في المرحلة الأولى. أيضا يقابلها إيرادات النشاط الجاري، الإيرادات المتنوعة، إيرادات الأوراق المالية والتغير في المخزون. وهنا تطلع نتيجة المرحلة الأولى أما فائض أو عجز من خلال المقارنة بين الإيرادات أو الموارد والاستخدامات. ويمثل رصيد هذه المرحلة سواء فائض النشاط، قلنا إذا كانت الموارد أكبر من الاستخدامات، وعندنا عجز النشاط عندما تكون الاستخدامات أكبر من الموارد، وتقابل هذه المرحلة حساب الإنتاج على المستوى القومي. وفيما يتعلق بهذه المرحلة نرى أنه ضرورة إعادة النظر، يعني واضع الكتاب يقولون أنه هذا التوزيع للبنود الاستخدامات والموارد في المرحلة الأولى لازم يحتاج إلى إعادة نظر لوجود هناك اعتبارات. فمثلا بإعادة النظر بعناصر الموارد الجارية في هذه المرحلة، فمعظم بنود الإيرادات المتنوعة باستثناء الإعانات تعتبر من التحويلات، يعني تحويلات ولا ترتبط بالنشاط الجاري، يعني كلها تحويلات ولا ترتبط بالنشاط الجاري. ويقترح واضع الكتاب أن تظهر هذه البنود في المرحلة الثانية. أيضا فيما يتعلق بإيرادات الأوراق المالية أو العوائد تعتبر إيرادات مالية عرضية، ولذلك يتم عملية اعتبارها من ضمن البنود المرتبطة بالمرحلة الثانية كونها غير مرتبطة بالنشاط الجاري. نأتي إلى المرحلة الثانية من إعداد حسابات العمليات الجارية. هنا يرحل لهذا الحساب رصيد المرحلة الأولى، رصيد المرحلة الأولى الفائض والعجز يرحل إلى المرحلة الثانية، ويظهر في هذه المرحلة الإيرادات العرضية، يعني الإيرادات الغير مرتبطة بالنشاط، وتتمثل في الإيرادات الجارية التحويلية، وأيضا الاستخدامات العرضية الغير مرتبطة بالنشاط وتتمثل في المصروفات المخصصة، يعني باعتبارها غير مرتبطة بالنشاط بالتالي بيتم إظهارها في المرحلة الثانية. ويمثل رصيد هذه المرحلة، المرحلة الثانية عبارة رصيدها يمثل الفائض القابل للتوزيع. طبعا الفائض في حالة زيادة الموارد عن الاستخدامات، أو العجز في حالة أن الاستخدامات أكبر من الموارد. نأتي إلى المرحلة الثالثة من إعداد حسابات العمليات الجارية، ويرحل لهذه المرحلة رصيد الفائض القابل للتوزيع من المرحلة السابقة وهي المرحلة الثانية. وتتم في هذه المرحلة، يعني في المرحلة الثالثة، بيان كيفية التصرف في هذا الفائض وفقا للقوانين المنظمة لذلك وطبيعة الحال. لا يتم تصوير هذه المرحلة إذا أسفرت نتيجة النشاط عن تحقيق خسارة، يعني هذه المرحلة يتم عملها إذا حققت الوحدة الاقتصادية هناك فائضا قابل للتوزيع. في حالة تحقيق خسارة فلا يوجد داعي لإعداد هذه المرحلة. وطبعا هذه المرحلة
وتقابل المرحلتين الثانية والثالثة حسابات التخصيص على المستوى القومي. إلى هنا نأتي وإياك عزيزي الدارس إلى نهاية لقائنا هذا 11 والمرتبط بحساب العمليات الجارية، حيث تناولنا فيه ما هي أهمية هذا الحساب والمراحل التي تمر بهذه الإعداد هذه الحسابات، وهو حساب العمليات، وكيف تكون النتيجة سواء كانت هناك فائض أو هناك عجز، وكيف تتم المعالجة المحاسبية لهذه الحسابات. نأتي وإياك عزيز الطالب إلى الأسئلة التقويمية. أولا، ضع علامة صح وخطأ بين الأقواس في ما يناسبها من الجمل. يتم تكوين حساب العمليات الجارية يعني من ثلاثة جوانب، يعني حساب العمليات الجارية يتكون من ثلاثة جوانب. ثانيا، يتم إعداد حساب العمليات الجارية على ثلاثة مراحل. يعتبر حساب العمليات الجارية هو حساب النتيجة الرئيسي. ثانيا، اختر الإجابة من بين الآتي. تظهر الإيرادات والاستخدامات في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة من حساب العمليات الجارية. ثانيا، توضح كيف يتم التصرف في الفائض. هذه مرحلة توضح كيف يتم التصرف في الفائض، هل هذه المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة. وإلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، وعلى أمل اللقاء في لقاء آخر وهو الثاني عشر والأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.